السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا، تنفع للفطار او للعشاء. لو عندكم قشر استفندي يلا هاتوه وهنجرب مع بعض وصفة حلوة قوي قوي. هنحط معاها كم مكون كده من البيت، يعني حاجات كلها من البيت. نسمي بسم الله ونشوف الطريقة، بس هتنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. نسمي بسم الله ونجيب شفشق الخلاط، وهحضر معايا 3 بيضات عليهم كيس فانيليا، ويكون البيض مش خارج من التلاجة، لا يكون بدرجة حرارة الجو. حط معاهم كده كيس فانيليا عشان خاطر زفارة البيض، وعندي علبة زبادي احطها معاهم. وكمان عندي كوباية الا ربع من السكر، ده مج الشاي العادي اللي هعاير بيه كل المكونات، وكوباية الا ربع زيت. هضربهم بقى كويس جدا لغاية ما السكر والمكونات كلها تختلط ببعض ويبقى خليط ابيض وناعم بالشكل ده. خلاص كده ضربتهم كويس جدا وبقوا معايا بالشكل ده. هحط عليهم بقى قشر اليوستافندي، دولت حوالي 3 وحدات من اليوستافندي، خدت القشر بتاعهم طبعا يكونوا مغسولين اهم حاجة. وارجع اضرب تاني بقى كويس قوي قوي لغاية ما قشر اليوستافندي ده يدوب خالص مع المكونات. خلاص يا جماعة بصوا بقى القوام معايا واللون اختلف تماما، بقى لونه اصفر جدا جدا بالشكل ده. عندي بقى كوباية ونص من الدقيق، احط عليهم رشة بسيطة جدا ملح، طبعا بنفس مج اللي انا عيرت بيه بقية المكونات، واحط كيس كامل من البيكنج باودر. هقلبهم كده مع بعض كويس علشان البيكنج باودر يتوزع كويس في الدقيق. خلاص كده تمام، انزل على طول بالمكونات السائلة كده بالشكل ده. هنزل كل الكمية اللي في الخلاط لان ده طبعا بيكون من مقاديري، وهجيب بقى المضرب اليدوي وبعدين هبتدي اضرب المكونات دي كويس جدا جدا لغاية ما كل الدقيق ده يختفي معايا خالص وما يكونش فيه اي تكتلات، ويبقى كل الخليط معايا داخل كده في بعضه. خلاص كده تمام، هو ده كده القوام اللي انا عايزاه. عندي بقى صينية مستطيلة او مدورة، الموجودة عندك مفيش مشكلة، دهنتها سمنه وبطنتها بالدقيق، وهبتدي انزل بالخليط بالشكل ده. الصينيه دي مقاس 24. بعد بقى ما نزلت الخليط وزعتها كويس كده، اخبطها على الرخامه خبطتين علشان لو في اي هوا زياده يخرج منها، وهدخلها بقى دلوقتي فرن على درجه حراره 180 على الشبكه في الرف اللي في النص. تمام، هتقعد من 25 ل 30 دقيقه على حسب فرنك، ولما تاخد لون ذهبي واختبرها بخله من النص تطلع نظيفه يبقى هي كده خلاص استوت. تطلع بقى ونشوف شكلها مع بعض. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن اللي خدت لون حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. سبتها هديت بس 10 دقايق وبعدين هقلبها وقطعها بقى ونشوف شكلها من جوه. هي لسه سخنة بس انا هقطعها عشان اوريها لكم. قطعوها بقى مربعات مثلثات زي ما تحبوا. عايزة اقول لكم وانا بقطعها والله العظيم بصوا عاملة زي القطن بالظبط، هشة بطريقة مش طبيعية، وريحتها بقى قلب المطبخ، لمت عليا الجيران. ولونها بقى من جوه بصوا الجمال، بصوا اللون الاصفر التحفة والريحة بجد فظيعة. بصوا بصوا الهشاشة عاملة ازاي، بجد زي الاسفنج بالظبط. يلا بقى قوموا جربوها، مكوناتها ان شاء الله تلاقوها عندكم في البيت، وارجعوا قولوا لي رايكم تاني في الكومنتات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.